ومن الجزائر ينضم إلينا السيد سليمان أعراج المحلل السياسي. سيد سليمان، يعني كانت هناك تسريبات حول عدم إجراء الانتخابات في موعدها في أبريل 2019، وربما تمديد يعني عمل تمديد الرئيس بوتفليقة ربما ليس لولاية أخرى ولكن ربما لشهور أو سنة. طيب، هل حسم هذا الأمر فيما يخص يعني إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد، وبماذا يفسر صمت بوتفليقة حتى الآن من ترشحه أولى لولاية خامسة؟ تحية لك أستاذة منى. في الحقيقة هذه الطروحات أو هذه الفرضيات ربما والتي تقدم بها عدد من السياسيين الذين يشعرون على الساحة السياسية بالجزائر، أعتقد أنه افتقادهم للقدرة على تقديم ربما رؤية أو برامج أو حتى تصورهم على الأقل، على اعتبار أنهم ينتمون إلى أحزاب متعددة للتنافس في إطار الحملة الرئاسية، جعلوا أو أخذوا وركزوا همهم في الحديث هل سيترشح الرئيس بوتفليقة أو لن يترشح. وهنا ربما أنا أقول أنه هذا السياسي ليس لديهم القدرة على منافسة الرئيس بوتفليقة، لذلك هم يعلقون كل يعني تصريحاتهم وكل تحركاتهم باسم هذه الأحزاب التي يسيطرون عليها بالرئيس بوتفليقة. بالنسبة للرئيس بوتفليقة فأنا أعتقد أنه الوقت ما يزال مبكرا لإعلان ترشحه، خصوصا وأنه يعني استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية ستكون في منتصف شهر يناير، يعني فهو في أريحية إن صح القول، أريحية سياسية. طيب، هو في أريحية سياسية كما ذكرت السيد سليمان، وهو يلتزم الصمت حتى الآن، ولكن السيد معاذ بوشرب ربما بعث برسائل ضمنية تفيد بأن الحزب سيذهب إلى ترشيح السيد بوتفليقة لولاية خامسة. هو دون شك يعني إلى غاية أن يتأكد العكس، الرئيس بوتفليقة سيترشح وسيكون حاضرا في المشهد السياسي يعني في رئاسية 2019. لكن اليوم الإشكال واللغط والجدل الحاصل حول هذه السيناريوهات والفرضيات التي يفترضها من صح ولا إن صح تسميتهم بالنخب السياسية في الجزائر. أنا أعتقد أن الرئيس بوتفليقة يعمل على تبيان أن منافسيه ليس لديهم القدرة على منافسته، وأنهم لا يمتلكون الأدوات التي يمكن من خلالها منافسته، وبالتالي هم يعني من ناحية سياسية ضعاف، ليس لديهم القدرة على التواجد سياسيا عفوا، وهو ما يتيح له العمل كما قلت بأريحية سياسية كاملة يعني يأخذ فيها كل الوقت في التفاعل مع هذا واضح. شكرا جزيلا لك من الجزائر ضيفي السيد سليمان أعراج المحلل السياسي.